بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بكار أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة نصح الأمة وشفى الله به الغمة وأزال به الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين. إخواني الكرام، لازلنا مع سورة الرحمن، ولعلنا وقفنا عند قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الآيات، هذه السورة، سورة الرحمن، هذه السورة المباركة تعددت فيها هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، وجاءت في معرض الامتنان. الله عز وجل امتن فيها على عباده بمنن كثيرة عظيمة، وعلم الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضوان الله عليهم كيف يتجاوبون مع هذه الصورة، لا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. عند قال المخصر صحابة الله عليهم إن قلت عن الجن يعني تجاوبوا معه، ماذا كان تقول الجن؟ ليس بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. فبأي آلاء ربكما، الآلاء هي النعم، والضمير في ربكما يعود على من؟ على الجن والإنس. فقال ربنا عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه سنة كونية طارئة لا تتخلف أبدا. الله عز وجل كتب على عباده جميعا الفناء، الكل يموت ولا يبقى إلا الديان سبحانه وتعالى. نعم، الناس أحياء، الناس أحياء لكن حياتهم نسبية، لما يقول صديق ربي سبحانه وتعالى: فتوكل على الحي الذي لا يموت، فتوكل على الحي الذي لا يموت، كان يكفي فتوكل على الحي، لكن زاد شنو؟ زاد الذي لا يموت. فالله حي، حياة مطلقة، وأنت حي، حياة نسبية، حياتك النسبية تنتهي باش بالموت، لكن حياة الله تعالى فيها مطلقة. فتوكل على الحي الذي لا يموت. فكل من عليها فان، يفى الإنس، الجن، الملائكة، وجبريل، وملك الموت،
ويفنى الموت. هذا الموت هذا اللي هو يعني يوقظ مضاجع الخلائق حتى هو مكتوب عليه الموت. فقد صح النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ان الله تعالى عندما يدخل اهل الجنه الجنه ويدخل اهل النار النار ينادي عن الموت فياتي في هيئه كبش املح من القتل ويؤمر بالموت فيموت لا الخلود ابدا فيزداد اهل الجنه فرحا اشموت خالدين فيه ويزداد اهل النار والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم من النار وجعلنا بفضله ومنه وكرمه من الجنة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الفوز الأعظم هو الفوز الأعظم هو هذا. قد يفوز الإنسان في الدنيا قد يفوز يفوزه بمنصب يتمناه سنين هو يتمناه وبذل ما في وسعه لتحصيل هذا المنصب خلال شيء مدى وقد يصل إليه بارتكاب المحرمات إنسان يعني كان عنده رغبة في امرأة معينة ده جميع الوسائل وترك هذه المرأة كان عنده رغبة في مال فجمع المال رغبة في عقار حصل لك عقار ومن كي يقول لك الله ينفس بها واحد يقول لي ينفس بها كان ردش اللي ينفس بها هذا فوز كثير ليش تسمي فوز نسبي لكن الفوز الأعظم كبير وش هو؟ عندما يزحزح العبد عن النار وأن يدخل كما قلنا بفضل الله ومنه وكرمه الجنة هذا هو الفوز العظيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وأدخل مش دخل أدخل الجنة فقد فاز واشكر وما الحياة الدنيا إلا متى حصلت المنصب، حصلت المرأة، حصلت المال، حصلت الشهرة، حصلت كذا، شنو متاعك؟ متاعو الغرور صبر على كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لكن يعني القيمة التربوية اللي خصنا نحصلوها من الآية هذه هي كمعتقد ما يزعزع شيء الملك الديان وتعالى لما يوم القيامة يقول أنا الملك فأين ملوك الأرض؟ فين هو الملوك ديالهم؟ ماشي بشبح عبيد سواسي وفاة غراة غرلا غير مختونين كل شيء واقف يتسنى الوقت ديالو لا يتكلمون الفائدة التربوية إذا كنت لحقتي المسألة ديال الموت يجب أن تستعد لذلك استعداد لا بد من استعداد كاين الشيطان كاين النفس كاين الهوى كاين أصدقاء السوء رفاق السوء اللي كيعلمك التسويف اليوم غدا اليوم ندير رمضان ندير رمضان ندير ماشي كنعيشو كاملين ولكن ليذكر بعضنا بعضا بس كل واحد ياخذ بيد خوه هاد المعارف ديال الشتي لا شتي غا شي 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 دنيا اللي غادي تلفوا على المصير ديالو كل جماعة واحيانا النفس خطيره جدا النفس كتمنيك وتحيي فيك الامل بعد الامل يكون عندك امل واحد الحاجه ما كتحصلها يحيي امل خوف ملي كتحصل لك الامل اخر كيحيا امل اخر فبينما انت بين امالك تبع هذا بعد هذا هذا بعد هذا تبدا بالخط الاقرب فاذا بالخط الاقرب شو الخط الاقرب
الأجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس بكل الطرق. قلنا معاشر الفضلاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على صحابته وكل المؤمن من حوله، فكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم بكل الطرق. وما رأينا مربيا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرة يمر بالسوق والناس جلبتين، ويمر على كبش أسك ميت، ويقول للصحابة: من يشتري مني هذا بدرهم؟ قال: يا رسول الله، عيب، كيف نشتري منك؟ هو أسك وميت، ما نشتريش منك، أسك صغير، عجلي صغير وميت. يعلمهم هذا انتم ما بغيتوش، عجلي صغير وميت، بغيتوش تعطيه في يديهم؟ هان عليكم، هان عليكم. خليهم للدنيا أهون على الله من هذا عليه. مثال. ومرة كيصل واحد مربع، المربع كيصل فيه واحد الإنسان، داخل المربع كيدير شي خطيطات، داخل المربع، تصوروا معايا المربع داخله إنسان، وكاين بعض السطيرات خطيطات داخل هذا المربع، وواحد الخط خارج من المربع، خارج. شيخ الإمام صلى الله عليه وسلم قال: ويبيان هذا الإنسان، ما فيش مشكلة، هذيك الشريطة الداخل أعراض التي تصيبه في الدنيا، مرض، أحد سيلق بر الله، أو هذيك ينجو من هذه وينجو من هذه، وهذاك الخط الطويل اللي خارج شنو هو؟ الأمل. والمربع شنو هو؟ الأجل. يعني تسوية ذكية جدا. الأجل فين الأجل؟ أجل خارج الأمل، الأمل خارج الأجل. ولهذا شقلنا؟ من وحدة لوحدة، من أمل لأمل، أنت غادي كتطلب وصلتي وصلتي الأجل ديالك المربع، ما يمكنش تطلع نفس، محدود الأنفاس، تطلع واحد العدد ديال الأنفاس قفصة في الطينة. ولهذا حنا كنقولوا دائما، يقولوا نفوسنا حلال ولين، نقول الخوف الله، أي واحد من هاد الناس اللي ماتوا، أي واحد من الموتى، لو كان ممكن نخرجوه ونسولوه من الخبر، نقول له واش كملتي؟ مازال ما كملتش، عنده 40 و 50 بلكي اللي عنده 100 سنة ديال الأب، حتى واحد ما كبر. فبينما هو كذلك إذا هو بالخط أقرب، وغادي يقلب عن الأمل ديالو. فالفائدة التربوية خصو يستعد، يجوا على جانب الاستعداد، ما كاينش إذا ما واحد مرض، الاستعداد لابد منه، كل من عليها فان غادي عن سيدي ربي. واش مش معك شي حاجة غادي بها؟ الله يوفقنا لك. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ليس بشيء من نعمائك ربنا نكذب، فلك الحمد. هذا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسأله من في السماوات والأرض ويومه في الشهر سبحانه، يسأله من في السماوات والأرض. في هذا دليل واضح على افتقار الخلق كلهم إلى ربهم، وفيه دليل على واسع رزقهم. فيمين الرحمن سحاء الليل والنهار، من اللي خلق الله الخليقة هو كيعطي، ما عمر الكنوز ديالو تفنى سبحانه وتعالى، كيعطي. والخلائق كلهم، إنسهم وجنهم وملائكة كل الخلائق، الحيوانات، عدة البحار، الديدان، الحشرات، كل يوم هو في شأن كيعطي. والخلائق منها محتاجة إليه،
لا يمكن للسماوات والأرض ومن فيهن أن يستغنوا ولو لحظة عن ربهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم القائم بذاته، القائم بذاته، غير محتاج لغيره، غير محتاج لا للصاحبة ولا للولد. والخلائق كلهم مفتقرون إليه، وهو سبحانه وتعالى من كل يوم في شهر، كيف كل يوم في شهر يرفع أقواما ويضع آخرين، يغفر ذنبا ويفرج كربا، ويضع أقواما ويضع آخرين، كل يوم في شهر. قد يصبح الرجل فقيرا يمسي غنيا، ويمسي غنيا ويصبح فقيرا. هذه الكلمة ديال لا حول ولا قوة إلا بالله هي شنو؟ هي كنز من كنوز الجنة، هي كنز من كنوز الجنة، ولكن إذا ما فهمتيهاش ما تعرفش القدر ديالها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا يحول من حال إلى حال إلا الله، لا يحول من حال إلى حال الله، ما كاينش غير يحولكم من الفقر والغنى ولا من مرض الصحة ولا من الضعف والقوة ولا من تحت الخوف نهائيا، لا حركة ولا سكون في الوجود إلا بإذن الله. وهذا هو المعتقد الصحيح اللي عنده المعتقد، لا مسألة، كل يوم له شهر هو في شهر سبحانه، يعطي هذا ويمنع هذا ويحيي هذا ويقتل هذا يرفع هذا وينزل هذا سبحانه وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأنت كتقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فإياك أن تسأل غيرك، إياك شنو؟ أن تسأل غيرك، سيدي فلان، مولاي فلان، كذا، لا، إن الله تعالى يغار على رؤيته وألوهيته، ولهذا الله تعالى لا يغفر ويشرك به، شكرا وشكرا لله. أيضا مهما عمر بينك وبين ربك طمع، واسمته الغفار، واسمته شنو؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الحديث عن الإمام مسلم: لو لم تكونوا تذنبون لذهبت بكم أو كما قال فعلا وجئت بقوم يذنبون فيستغفرون فاغفر لهم. شحال واحد مكي هذا الحديث استشكل علي روحي الشباب يعني زمنا، فسألت أحد مشايخي رحمه الله قال لي أنا كذلك، فهمتوش إذا سألت شيخ، قلت لي واش قال لك شيخ؟ قال لك أجابني فأقنعني. إيش قال لك؟ قال لك من أسماء الله تعالى الغفار، من أسمائه وأسماء الله تعالى كل فاعلة، ما خشيت شي اسم، شي اسم ما يخدمش. لو خلق الله عز وجل العباد والخلائق لا يذنبون، كاين دول اسم غفار، فكاين المعاصي، كاين الزلات، كاين السقطات، الهنات وما إلى ذلك. فيعود العبد إلى الله تعالى ويسأله باسمه الغفار، يغفر ولا يبالي، يغفر ولا يبالي. في الحديث أعلم عبدي لما كيذنب العبد الذنب كيرفع يديه سيدي يقول حديث صحيحين: يا رب يا ربي اغفر لي، فيقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم: أعلم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، وأعلم ونعم غفرت له، ويعاود عبد الدرج عندنا العاود. احنا كنقولوا بالدارجه نبرار ديال الفرد، يا قاسم
يقول الانسان مريض يصير بغير هذه وخرج بغير من هذه وما عمقوا من عاود وصاب يدي الخرا ولا عاود كذا كذا كتخرج منها وتنفس ثاني الصعاب زيت يعاود من في اللحم ما تنفر منها وشكون اللي غادي يعاود هذه المعامله رب العزة الرحيم الودود الغفار ثم يقول يا ربي ان عبدك الضعيف وغادي يعاقبه يا بنات شنو واحد يدير يدير الصيف وما كاينش عند سيدنا عاش وتزين في كاس يا ربي انا كذا وانا كذا وانا كذا وقد صبر مني وعاهدتك وكذا وعاودت رجعت ضعفي ويقول الله عز وجل لملائكته أعلم عبدي أن له ربان يغفر الذنب ويغفر به وهو أعلم هنا غفرت له ويمشي تاني واحد يقول دمع عبدي اعتقد هذا مرة شيء يقول سيدي ربي أعلم عبدي أن له ربان يغفر الذنب ويأخذ به يقول نعم يقول غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما شاء يا الله وليفعل عبدي هذا كان يقول قش فيها وعندك دوار تقيل يوم راها حلينا البيبة يعني اللي مع مرضى شيء شيرونين يديرها قال لا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرده إذا أنت أكرمت الكريم ملكته شوف يا صاحبك إذا كان يحسن إليك وتلا فيك ودير بحسابك وكذا وكذا ما تقدرش تخالفه وخا كاع يقول لك شي حاجة مزيانة تقول لي دوزها قول لي مزيانة كاينة ولكن اللئيم اللئيم إذا أنت أكرمتيه يطعنك من الخلف يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ربي كريم سبحانه وتعالى فلما عرفت عندما تعلم علم اليقين أن لك ربان يغفر ويتجاوز وأبواب ديالك مفتوحة على طول إلا وصلت الغرغرة نطلع تشوف شو المغربية اللي تسعى بل إن ربك يفرح بتوبتك فرحا شديدا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ألم تعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده شوف باش كيقول لك يجيش فيك ويحرك فيك إصرع التوبة واش أنا عارف واش أنا عارف ربك يغفر ربك يقول لك واش أنا عارف واش أنا ولله مثل الأعلى والقياس مع الفارق شي تلميذ شي مرة ما حفظش الدرس ديالو وما بغاش يبقى الأستاذ وما جاش دوز له وتلقى مع الاستاذ قال له ما تجيش دوز قال له يا استاذ تعرف كيفاش داير ولكن انا النار ما حفظتش واش اش قال الاستاذ اش قال ليه قال له القياس مع الفارق واش تعرف انا غادي نديك واش ما كتعرفنيش كيفاش داير انا ما يمكنش نعطيك شغل مزيانه كنت تجي هذا غير بشر مع بشر فرب العزه يفرحوا بتوبته كنقولوا نعاودوا ناكدوا اللي بينك وبينه اللي بينك وبينه لكن اللي مع الخط حاول اخي الكريم حاول اخي الكريم انك تستحل تمشي عندك سيد لي حاول حتى اذا كان شي حاجه ما تقدرش تقولها لي ادعي لي هي ما تعرف هذا الامر وهذاك اللي هذاك صاحبك اللي درتي معاه شي حاجه او العكس المساله لو شي واحد بان معاك شي حاجه ماشي هي هذه وجاب لك شي فرامي تكلمت فيك بس معاك شي حاجه ماشي هي هذه اش تقول انت شنو الاسم هذا هو المهم هذا لهذا اصل الاسلام عندنا واحد الحديث خرجه الامام الحاكم المستدرك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم وبروا آباءكم فبروا أبناءكم ومن جاءه أخوه متوصلا فليقبل منه كان محقا أو مبطلا فإن لم يفعل لم يدعي الحق شو المشكلة يقول؟ عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم
اللي بغى مراته تكون عفيفة وهي تكون عفيفات هو يعف على أعراض الناس شديد يعف على حيث إلى الدنيا كي الخلل في بعض المحاكيم السماء ما فيش خلل ونضع الموازين القسطة يوم القيامة موازين شو القسطة يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ما كي نفي في العموم كيش لي تظلم وإن كان قال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنين العدل مطلق كيش لا خذ شو واحد اثنين شي حاجة ماشي يالي حيث عنده خوف هنا وعنده دعمه هنا وواحد صاحب ديالو كذا في شي منصب كذا ايوا قال لك باش يخرج قال لك والله الا الحمد لله كاين رجال يخرجوا معنا خرجنا منها بحال سلينا الشعر من العجل خرجنا منها ويخرج كي ايوا تخرجي منها من هنا تدخل لي والمصيبه يا اخويا الكرام سأل الله تعالى في العافيه والله تعالى يبصرنا بعيوبنا من اخطر الاشياء أن يكون الإنسان مريضاً مصاباً ومحاش فما لجرح بميت إيلام وش الميت إذا كان مجروح كنا كنغسلو فيه ونسيري الجرحة ديالو غادي يتحرك علاش ما كيتحركش تميت شحال واحد اللي هو مريض وكيعاني والمصايب كتنزل عليه هو كيضحك هذه المصيبه ما عرفش فين يحس هذاك دابا اللي كيعتدي على الناس وشو على منطق كيدير هو نساء الناس كلهم ديالو وبنات الناس كلهم ديالو وقال لك هو الحرم ديالو الامين حتى واحد ما يوصل له ما كاينش يوصل لنتو ولا لزوجتو ولا كذا هو حاضر زعما هو فعلا حاضر واش حاضر؟ ما حاضرش يسمع النبي شنو قال شوف النبي اش قال عفوا عن نساء الناس شنو؟ تعف نساؤكم إلا عفيتي أنت تعف مراتك وإلا ما عفيتيش ماشي واحد الخر اللي غادي يجي يتربص مراتك هي اللي غادي تخرج راسها ها المرض ولا عندك داخلي بروا اباءكم تبركم ابناؤكم الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان ما كاينش لا هو عارف هذه لكن في واحد السياق مش غادي على كل حال الله ينفع على جميعا تعرف واحد قصه كيحكيوها ما عرفناش الدرجه ديالها من الصحه كاين فيها عبره يحكى ان رجلا تاجرا تزوج بامراه 21 سنه وكان رجلا عفيفا وامراه عفيفه وغادي في الاستقامه هذا رجل واحد النهار جاتو عند واحد المراه ودا عنده لان المراه كانت تبرجها وكذا وكفوها مخضب بالحناء مدير وكذا وشدا يديها ذكر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانت العاده عندهم السقار والباب يدخل من الدار هذيك النهار رجع للدار وقامت مطلقه مرأة عفيفه وعفيف بها قال قلبها غبانه ما كاينش شنو كاين شنو كاين اليوم قالت لي هذاك السقا داك اللي دخلنا الماء 20 سنه هادي وبين دخلنا الماء ما عمرو جرى عليا حتى اليوم اش دار لي شد لي يدي اش قال هو مع راسو قال سارة يعني طار مثلا دقة بدقة ولو زدت لزاد الصقر نسأل الله العفو والعافية والله تعالى يزرع فينا العفة
عارفين شو؟ العفه هو تعالى بالنسبه للاخرى بروا اباءكم بركم ابناؤكم هذه الهالي بكى احد المشايخ انا سمعتوه في شي شريط قال زرت رجلا شيخا مريبا تصوروا كان عنده فايدة ولد دخل واحد فولاد دخل ويمكن تلاجوا باه على جهته ولا شي حاجه يتلاجوا كيتلاجوا نهار هذاك الدري ضرب باه صعب نهار هذاك الشيخ شدو خرجوا قال لي باه علاش خرجتي؟ وين خليتي؟ قال لي اختي عاود يضربك قال لي لا ما يضربنيش قال لي انا ضربت باه ضرب واحد في نفس السماء شنو؟ شنو في السماء؟ محكمة عادية وما يمكنش تخرج من الدنيا حتى تخلص تتخلص علاش تخرج؟ علمتي؟ علمت أنا تعلم عاد شرح حساب ديال الآخر وشاهد عندنا في الحديث ومن جاء أخوه متنصلا فليقبل منه إلى أخوك ظلمك ولا شي حاجة وجاء عندك يعتذر ما تكونش متعلم متكبر تاع شريف لا سيدي ولا عقلت عليك هو من سمع لي سيدي بعد مني كذا تكون شوف روح الاسلام اش كيرشد دين ديال بغاو يسمعوا يلصقوا لنا في التيكيت ديال التطرف والارهاب وما تقول لنا لا دين السماح دين العفو التجاوز دين قص الطرف كاين باس والله يا اخوه احنا عشنا مع مشايخ الدكتور تقي الدين رحمه الله وغيره من المشايخ كبار العلماء شاو العلماء العلماء وكتدير معاه شي زله قداش ناهي يا شباب باقي ما عارفينش شنو يقراو عنده كنشوف بعض الشباب الحمد لله حنا ما صدرنا والو معاه ولكن كنشوف بعض الشباب كيخطو معاه وكيجي عنده كيقول لي يا شيخ توبت الى الله تاب الله عليك باش يطول معاه ودرتي وقلتي وقلتي للناس وقلتي مع الناس ودابا يلا بغيت تجي عندي نتسير بحالك والله خصك تبينو وتحقو ألا تحبونا؟ هذه غفر الله لكم. واش حنا ما كنفضوش المعاصي؟ واش حنا براجل الله يغفر لنا؟ حسن الجواب. ومن أخا ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل منه محقا كان أو مطيلا. فإن لم يفعل شو قصدي؟ لم يرد عليه الحوض. إذا ما دارش ويقدر يدخل الجنة. ولكن هذاك عدم السماح اللي ما كانش فيه. عدم السماح اللي كان فيه بيخليه يشرب مع النبي من الحوض ديالو وحوض النبي صلى الله عليه وسلم ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل ومن شرب منه لا يظمأ ابدا كيزانه عدد نجوم السماء كيزانه اي كيسانه عدد ومن الناس من يشرب من حوض النبي ومن الناس من يشرب من كف النبي ولاش كلشي بغى يشرب في النبي اللي بغى يشرب في النبي خصو يستقم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويوفقنا للخيرات أنه لذلك والقدر عليه هذا سائل يقول ما معنى فواحدة أو ما ملكت إيمانكم؟ هل يجوز للرجل والمرأة أن يغيرا شعر رأسيهما بالأسود أم لا؟ لا إله إلا الله. السؤال الأول هدف هذه صورة النساء في موطن التعدد. في موطن التعدد. تعدد النساء. تعدد النساء الزواج أصلاً الزواج أصلاً هو واجب أم مندوب أم مباح أم مكروه أو محرم قال أهل العلم تلد عليه الأحكام الخمسة قد يكون الزواج واجبا واجب حق من أعطيكم مثال في حق من واجب من له القدرة وعنده الرغبة عنده المال يب وعنده الرغبة المعنوية هو في حالة المرأة هذا واجب حق حيث لما تزوج شغل نفسه وقد يكون محرما حق من لا مال لا رغبه القدره الباء ما عندوش لا الباء المعنويه ولا الماديه هذا في حق حرام غيجيب واحد المراه
ما يعني ما يوكلها ولا يستطيع مباشرتها إن غيرها. على كل حال فكذلك التعدد، تعدد النساء فهو تدل على احكام الخمسه. مثلا واحد الانسان عنده امراه، مثلا مرنونه، امراه مريضه، وذاك المرض حال بينه وبين مضاجعته، وعنده القدره باش يتزوج باخر. المجتمع ديالنا انه كيعكس التيار، كيعكس الشرع، كيغض الطرف على بحال هذا. انت ولد الله عليك من شنو المسألة غنقول؟ المجتمع فين كيديك؟ إلا ما وقفتيش، لما طبقتيش شرع الله تعالى، المجتمع كيقول لك والله يكون في عوالي مسكين، راه مريض ومرته، وراه شناف مع واحد السيدة، والله يكون في عوالي، راه مرته مريضة، وشوية راه تدور على أخرى، والله مرته ما كنديرو لي، ما كنفكرش تفيد الزوج، لا شرع، شرع أباح لك التعدد، سيادة الزوج مرة، ما قدرتش حتى ندير الثالثة، ما قدرتش حتى ندير الرابعة، ما قدرتش الرابعة اش دير؟ تقى الله. لماذا أباح الله التعدد؟ لماذا؟ باش نسدوا الباب الحرام، باش نسدوا شنو؟ نسدوا الباب الحرام، باش تقام عليك الحجة. ومن هذا الذي يستطيع، من هذا الذي له القوة على أكثر من أربعة؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان قوي، كان يقول الصحابة كنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 رجلا منا، وكان يطوف على نسائه 9 بين المغرب والعشاء، أحيانا بغسل واحد، ما يخلص واحد بس كمال المجد. شو هذا؟ كمال المجد. فشراش كيقول لي فين خفتم ولا تحديدوا؟ قال لي اش غادي؟ قال لي واش تقدر تزوج شي اخرى؟ قال لي ودينا من وين خفتم؟ انا ما خضعت. وفعلا فعلا لا يستطيع احد، قلت حاشا النبي صلى الله عليه وسلم ان يعدل بين النساء. ولهذا الله تعالى، الله تعالى قال فلا تميل كل الميل فتضرك المعلقه. الميل كله يعني عنده جوج ديال النساء، ميل الوحده، ميل كامل، وخلي الاخرى كالمعلقه. ما معنى كالمعلقه؟ لا هي ذات العنين ولا مطلقه، لا العدل كامل ما نقدروش عليه، ولكن سددوا وقاربوا فيما يخص المبيت وما يخص النفقه، حاول. لكن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، حتى يقسم بيناتهم وفضي، ورب هذا فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. اشنو هو اللي كيملك سيدي ربي؟ قلب المحبه. ما عندكش كدير، يمكن تحب واحد اكثر من الاخرى، ولكن حبك لاحداهن ما يخليكش تميل لها اكثر من الاخرى وتقتلها بالنفقه وتزيدها. فاطلبوا الله تعالى التوفيق. فان خفتم الا تعدلوا فاش فواحده او ما ملكت ايمانكم. ملك اليمين هي ديك الامه اللي كانت في العهد النبوي، لما كان 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 كان, كان عالم الجهاد قائما، لما كيمشيو المسلمين كيحاربوا شي دوله وكيجيبوا السراري، دوك النساء الاسيرات، كيف يمكن نتعامل معاهم؟ الا شفنا واحد 3400 ديال النساء اسيرات وخليناهم، هما المراه كان الرجل عندها رغبه ونزوه، وخليناهم بلا رجال، غادي يكثر الفساد في المجتمع المسلم. فتا هما كيكونوا في القسمه، وكل واحد من كل واحد كاين اللي كيجيه، كل واحد اش كيجي القسمه ديالو المجاهدين، كاين اللي كتجي امراه فكتسمى اما كيتزوج بها، فاذا ولدت اصبحت ام ولد، ولدها غادي يحررها في المستقبل الى اخره. فهذه ثم اما كتجي عن طريق الجهاد، ولا كتجي عن طريق السوق، واحد السوق سميتو سوق النخاسه، كيمشيو كيشريو منه الاما كيجيبها، واما يرثها. هذه الوجوه اللي كتجي من الاما، اما انه كيجيبها من الجهاد في سبيل الله، واما كيورثها عن ابيه او كذا، واما كيشريها من السوق. فقال لك الله تعالى الى خفتي ما تعدلشي، بارك عليك مره واحده وشوف شي وحده من ملك اليمين، كتسمى ملك اليمين، ملك اليمين. هل يجوز للرجل والمراه ان يغير شعرهما، شعر شعرهما بالاسود؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى على الاسود، نهى على الاسود، حيد غير الاسود السر وغيره، خيكون فوق منه شويه، خالد الاسود، الاسود فقط لله.
الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يختضب، الصحابة كانوا يحبون الخضاب، شو الخضاب؟ هو الحين الأثياب يدون الحلة، وهذه سنة نبوية حتى جاء في السياق من الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل ويزوره من مدينة بعيدة، وكان الإمام أحمد في ساعة المحنة، كانت محى المسكين رضي الله عنه في محنة ديال خلق القرآن، وكان المخابرة ديال الوقت الباب ديالو كذا، وجا شي واحد وما كيستقبل حد، لما جاء هذاك ودخل بغى يدخل عليه قال يقول له ودي راه ما كنستقبل حد، هو يقول هذاك الجمهور ديالو قال لي دير واحد السنة، هذا السيد اللي جاي دير واحد السنة، قال لي ما هي؟ قال لي دير الخضاب، دير الحنة، قال لي الخضاب، هذه سنة راه تموت لنا، حيد غير اللون الأسود فقط، أما غيره فهو جائع، لكن كيقول السلف الصالح لما كنكونوا صغار كنديروا الخضاب، لكن كل قوة بقى، لكن كملي كنضعفوا وكنكبروا كنوصلوا لسنة 70 80 كيخليوا الشيبة، لأن الله تعالى يستحي أن يعذب هذا الشيبة في الإسلام، وفق الله ويكون كل خير، اللهم اهدنا إلينا وعلمنا إلى علم الدليل، اللهم وفق أئمتنا لكل خير، وعليه له الفطنة الصالحة التي تعينهم على كل ما ولاه، إنك وليد القدر عليه، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله على وعلى أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com